الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم مثلى في القلب خواطر عن مثل بحضارتنا كانت أصلا من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى قيم أوصى المختار بها ولنا فيه المثل الأعلى فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيانا أحلى المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى في القلب خواطر الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم مثلى في القلب خواطر عن مثل بحضارتنا كانت أصلا من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى قيم أوصى المختار بها ولنا فيه المثل الأعلى فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيانا أحلى المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى في القلب خواطر الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم مثلى في القلب خواطر عن مثل بحضارتنا كانت أصلا من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى قيم أوصى المختار بها ولنا فيه المثل الأعلى فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيانا أحلى